نحن نعتقد أن هؤلاء المتمذهبون وهؤلاء المتحزبون لا يرضون بديلا عن حزبهم، كما لا يرضى أولئك المتمذهبون بديلا عن مذهبهم. لا يرضون لا بكتاب ولا بسنة حاف. تعرف حاف؟ يعني بغير إدام. شو الإدام؟ الصحابة. ما بيرضوا في الكتاب والسنة حاف، فضلا أنه يرضوا كتاب وسنة وإدام معه، لأنه هذا كله غير مهضوم عندهم. عرفت بقى حقيقة الأمر؟ كل الفرق الإسلامية يقولون على الكتاب والسنة. فالحكم الفصل بيننا وبينهم هو الضميمة هي التي جاء بها الرسول عليه السلام، ولا يهتم لها لا أخوان مسلمين، لا حزب تحرير، لا جماعة تبليغ، ولا كل هالطوائف الموجودة في الساحة الإسلامية اليوم. ولذلك حذاري أن يوسوس إليك أحد من أولئك الناس. أنت لا تريدنا أن نقول نحن سلفيون، حب أنه نحن وافقنا معك. شو بتريد نقول؟ مثل ما قربنا مسلمين وبس. طيب أنتوا ليش ما بتطبقوا نفس الطلب اللي تطلبوا منا؟ تنازلوا أنتوا قبل منا عن كلمة إخوان مسلمين، لنتنازل جدلا. نحن ما نتنازل، لأنه هني إذا تنازلوا بتنازلوا عن حزبيتهم. نحن إذا تنازلنا عن مذهبنا، لا نستطيع أن نعيش بلا بدونه أبدا. فشتان بين الأمرين. فتنازلوا أنتم عن هذه الانتسابات لأشخاص، لجماعات غير معصومة. انتبه الآن، بينما نحن ننتسب إلى العصمة، إلى العصمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك ختاما أقول: تذكر الضميمة التي ذكرها الرسول في هذا الحديث وفي غيره أحاديث كثيرة وأصحابي، والضميمة التي ذكرها قبل ذلك ربنا في الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا حذاري أن تظن أنك أنت وأعلم منك، أعلم منك لا يستطيع أن يستقل ويدعي أنه نحن على الكتاب والسنة وبس. لا،